هو في جهود دولية، في القمم يعني السنوية، في اتفاقيات بنود بتخرج، لكن درجة الالتزام خصوصا من الدول الصناعية الكبرى درجة الالتزام قليلة وما زالت دون المستوى المطلوب، وكل سنة في تعهدات لكن ما بتتحققش على أرض الواقع بالقدر الكافي. نقدر نعمل إيه؟ هو دكتور خالد قال لحد دلوقتي قادرين نواجه، لكن لو استمر الارتفاع المتزايد في درجة حرارة إلى أكثر من ذلك. احنا اتفاق باريس كان بيقول 1.5 درجة الى ما قبل الثوره الصناعيه، فبالتالي احنا لو جينا بصينا لترند درجات الحراره هنلاقي 2024 اسخن معدل درجه حراره في ال 20 او 30 سنه اللي فاتوا، وده كان واضح جدا حتى عندنا عند كل ست بيت في البيت في ربطه الكرفس والبقدونس اللي بيجيبها من السوق كيلو الطماطم، فبالتالي في محاصيل ما قدرتش تتحمل خالص الارتفاع المتزايد في درجه الحراره. احنا بنقول الى متى؟ احنا بنقول مركز المحافظة الزراعية طلع اصناف تواجه، لكن الى فين؟ طب لو ظلت هذه الارتفاعات النهارده انا هواجه الاجهاد الملحي ولا الاجهاد الحراري ولا الجفاف ولا نقص الميه ولا 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 ولا. فبالتالي الاول لازم نقفل الحنفيه من فوق، الدول دي تخلي بالها تتجه للطاقه الجديده والمتجدده، بطل تصدر لنا مشاكل. لان احنا متاثرين، احنا مش ملناش علاقه بالطاقه المناخيه، يعني احنا غير مصنعين بقدرهم، احنا 5 احنا 6 من 10% يعني ما بنلوثش الكوكب قد ما الدول الصناعيه الكبرى بتلوث، لكن متاثرين. يجب على الدول تدفع الفاتوره لينا واللي زينا، لان احنا بنقول احنا دول متاثره نتيجه التغير المناخي. تعالى يا دول يا كبيره يا اللي مسابته صغيره، وكل القمم المناخ بتقول كده، اتفاق باريس وبعده مصر وبعده الامارات، كل بيقول، وحتى مصر نجحت ان احنا نعمل، حصل اختراق صندوق الاضرار اللي هو اقراره ده مكانه يتملصوا كل سنه منه، كل سنه مش عايزين نقشوا القضيه. فالحمد لله الصندوق اتعمل، حطوا بقى الفلوس. يعني تعالوا بقى حطوا الفلوس عشان الناس الدول المتاثره تبدا تواجه مشاكلها. احنا النهارده الدول، في دول البنيه التحتيه اتاثرت تاثير، يعني النهارده دوله زي الفلبين، حد عارف الاعصار عامل فيها ايه؟ لما نقول اخلوا 255 الف مواطن من اماكنهم عشان في اعصار، ده تغير مناخ. وفي دول تانية فيها حرائق على الجانب الاخر، حرائق، جفاف، فيضانات، كل التداعيات شفنا من سنتين حرائق الامازون، وبالتالي كل الغابات في الامازون، كل ده نتيجه تغير المناخ. دلوقتي احنا لما بنتكلم على تغير في المناخ، الدول الكبيره حدي وفر الاموال عشان الدول الناميه تقدر تتكيف. النهارده بنتكلم على ظاهره حضرتك قلت في الكلام كلمه مهمه جدا، هي قضية وجودية، قضية أمن غذائي. كل التداعيات اللي بتقع نتيجة تغير المناخ في الآخر بتأثر على كل طبق في كل بيت. ليه؟ مفيش رز، مفيش قمح، مفيش طماطم، مفيش بطاطس، نقص في الإنتاجية. في الآخر بيضر كل طبق في كل بيت، فبالتالي بنقول عليها إن هي قضية وجودية، قضية أمن غذائي. لذلك العالم يجب عليه أن يتحرك، لأن تغير المناخ أضراره أخطر من أضرار الحروب. أخطر من أضرار الحروب، دي جملة مهمة، لأن إحنا برضو دايما في مخيلتنا يعني كأشخاص عاديين أو غير متخصصين إن المشكلة هي مباشرة، لازم يبقى حرب، لازم يبقى دبابات، لازم ناس بتضرب على بعض. أحيانا بيكون ده أخطر، له أضرار وأخطر بكتير، لأنه قوت حياة الناس هو الأهم بكتير.